الفجر على لسان الكيلو 21. ما شاء الله صراحة كانت الصباح جميلة، مية كانت ممتازة جدا، أميرة وغلنفيش ومرمار مصلح، ما شاء الله بصراحة خدت شوية سمك حلوين، والناس كلها بصراحة كله اتراضى وكله ربنا كرمه. معلش بقى سامحوني على التصوير النهاردة، رحت لوحدي ما كانش معايا حد يصورني واللسان كان زحمة، فمعلش التصوير مش أحسن حاجة، بس زي ما اتفقنا إن أهم حاجة فيديو الصيد المعلومة. قلت أقول لكم اليوم ماشي معايا إزاي عشان برضو تعرف الدنيا مشيت إزاي وتستفيد، لان الصيد زي ما قلت لكم قبل كده تراكم خبرات. النهارده رحت، اول ما رحت كانت المايه كان فيها قش نايم على الارض. في الحاله دي لما يكون في قش نايم على الارض تشتغل بسلاحين فوق الرصاصه طول الفرد 50 سنتي، او تشتغل بفرد واحد 50 متر. يعني انا النهارده كنت شغال بفرد واحد متر، انا بفضل المتر. ليه؟ الفرد الطويل بيغلط معاك بسمك كبير، السمكة الكبيرة عايزة فرد طويل مش قصير. ساعتين وربنا كرم والقشاية ايه؟ القشاية راحت، فرحت جاي مغير وعملت جوز واسع تحت الرصاصة، فرد 2 متر وفرد حوالي 2 متر الا ربع. شغال بعوق ودود نار، المرمار كان داخل على دود النار المملح، والميرة والغلنفيش على العقر، وباللول برضه كان شغال ما شاء الله، الناس خدت بيه سمك حلو. بس للاسف ما عرفتش اجيب منه انا، بس الحمد لله خدت شويه سمك حلوين والناس كلها ربنا كرمها. وان شاء الله هسيب لكم في اخر الفيديو طريقه تحضير العده ودليل شامل بطريقه الصيد لاخواتنا وحبايبنا المبتدئين. وكلمه السر في معظم الصيد في البحر الجرجره، الميه مفيش قش على الارض، جرجر جرجر هتاخد السمك ورا بعضه، جرجرة بتستفز السمكة ان هي تهجم على الطعم. وان شاء الله مكملين في الفيديوهات الجاية، وان شاء الله اللي جاي احسن. اخواتنا المبتدئين اللي برضو ما عندهمش خلفيه، قرب كده قرب كده، ده مدور منه خرزه ومنه الرصاصه، والرصاصه لازم تكون حره، نفس المنظر كده. طيب هنيجي للفرد اللي فوق عشان غالب الشغل يبقى فرد فوق وفرد تحت، غالبا حبيت تعمل فرد فوق اسهل طريقه خصوصا لاخواتنا المبتدئين. على كده هتربط مدور هنا صغير تمام، وهتيجي هتجيب حوالي متر وعشرين سنتي وتربط فيه العده من تحت، هتجيب مدور صغير تربطه بالخيط الاساسي، والفرد اللي هتربطه فوق، الفرد اللي هتربطه فوق تربطه فوق في المدور ده بنفس المنظر كده. دي افضل طريقه خصوصا لاخواتنا المبتدئين، طريقه ربط المدور العاديه اللي كنت شارحها قبل كده، اللي عايز يرجع لها هي موجوده على القناه، سهله و وسريع اهي بنفس المنظر كده. دي افضل طريقه انك تعمل صناره فوق الرصاصه، سريعه بنفس المنظر كده، تعمل الفرد 90 سنتي 80 سنتي متر على حسب زي ما انت عايز. لو في ميره وفي سمك عايز
سامك يا عم كبير اعمله متر 90 سم 80 سم كل ده شغال معايا تمام. ده بالنسبه للفرد اللي فوق على كده واهم حاجه تيجي تعمل فرد فوق الرصاصه تخلي بين السلاح والرصاصه حوالي 25 او 30 سم عشان السنارتين ما يركبوش ما يتكعبلوش مع بعض. على كده اقرب بقى طريقه ربط السناره واضح تمام. حلقه كده صغيره نفس المنظر دوب السناره نفس المنظر كده تاخد الفرد ده كده تلفه فين برضه شريحه هتلاقيها ليها فين عايز ترجعها هتلاقيها على القناه نفس المنظر كده وتشد الفتله الصغيره دي نفس المنظر ترجع بيه كده وترجع تاكد عليه واضحه الصوره تمام. بص السناره السناره اهم حاجه ان هي تكون واقفه كده نعمل فرد تحت طوله متر متر وربع ان شاء الله نتكل على الله ونشتغل.